أما هلا هايدي ننتقل لمادتنا التالية. ورغم الظروف الصعبة أصر القائمين على مهرجان بشيلي الشعري لإقامة الدورة الثانية اللي شهدت نجاح كبير ولافت ومشاركة كبيرة. وأكيد بجهود شخصية وتعاون لافت بين الجميع وبرعاية وزارة الثقافة وبحضور شخصيات أدبية كبيرة من مختلف مناطق اللاذقية وباقي المحافظات تحت عنوان سوريا تجمعنا، وحضور خاص من شعراء فلسطينيين ولبنانيين وعراقيين. تابع أكثر مشاهدينا تفاصيل عن هذا المهرجان ونرجع لنستقبل ضيوفنا لليوم. بشيلي القرية الساحرة تتربع قمة جبال جبلة في محافظة اللاذقية وتلتحف سماءها. حمل الضباب الرقيق على أجنحته أصداء حروف وخيالات صور نثرها نخبة من الشعراء. هنا كانت بشيلي مائدة كبرى للشعر وطيب الكلام. تحت عنوان سوريا تجمعنا وبرعاية وزارة الثقافة ممثلة بثقافي بيت ياشوط، شهد مهرجان بشيل الشعري في نسخته الثانية حضورا كبيرا لكوكبة من الشعراء كالملتقى الثقافي السوري وملتقى موج البحر ومجلة كفري الأدبية ومجلة البنفسج العراقية وغيرها من شخصيات ثقافية قدمت من باقي المحافظات السورية وشعراء من فلسطين ولبنان والعراق. المهرجان هو هوية حقيقية ثقافية نعبر من خلالها إلى وطني الحبيب الجريح سوريا. كنا حريصين بالدرجة الأولى الناحية الأدبية تكون موجودة وبكل أطياف وبكل أصناف وبكل أجناس الأدب. حضرنا إلى بشيلي هذه الأرض المباركة، هذه الأرض التي تعم بالخضرة والنقاء، وفي اجتماع الشعب فيها نغم يرتقي إلى السماء. قصائدهم تحاورت بموسيقى عذبة ومعان تعانقت حبا وشوقا ووفاء للوطن وجيشه وشهدائه ومعاناة أبنائه. في بشيلي كيفما اتجهت يغمرك جمال طبيعتها وكرم وثقافة أهلها. لنحكي هايدي بشكل موسع عن المهرجان وأهميته بنشر الثقافة السورية. اليوم معنا ضمن الاستديو الشاعر فائز خنسة والصديق والزميل الإعلامي صفوان علي المنسق الإعلامي للمهرجان. منا معودين نكون غير على الشاشة. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. شكرا كثير يسعد صباحكم وشرفنا الحضور معكم. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا نور وهايدي، يعني شرف كبير أنه أكون المنسق الإعلامي والمقدم لهذا المهرجان. أهلا وسهلا فيك وبوجودك معنا. أستاذ فائز، خلينا بالبداية نحكي عن المهرجان ونوضح كيف كانت البدايات. أولا بدي أحب توجه بالشكر لإلكم على هالجهود المبذولة. بحب توجه بالشكر لوطني الحبيب وقائد وطني وحماة الديار وأرجو لوطني المعافاة السريعة. المهرجان هو حالة ثقافية إبداعية تعكس الواقع الحقيقي للمنطقة وتعبر عبر جسور حقيقية خارج محافظة اللاذقية لتأم جميع المحافظات السورية. إضافة إلى ذلك حضور عربي ملفت من العراق، من فلسطين، من لبنان. إضافة إلى أن هناك كان شعراء حقيقة لهم أسماءهم ولامعة في مجال الإبداع وملتقيات عدة. أرجو أن تسمحوا لي أن أذكر هذه الملتقيات حتى لا يكون لأحد عتب على ما أقدمه من خلال هذه الفرصة. الشكر العميق لمدير ثقافة اللاذقية الأستاذ مجد صارب. الشكر الجزيل للأستاذ ياسر صبوح مدير دار الأسد للثقافة. الشكر
العميق لملتقى الشراع ممثلا بمديره الأستاذ أحمد داود. الشكر موصول إلى ملتقى بشيلي ممثلا بالناشطة الاجتماعية الأستاذ فاطمة غنيجي، أكيد يعطيهم ألف عافية، والشاعرة صفاء دهام. الشكر موصول للملتقى السوري للثقافة ممثلا بصاحبة الأيادي البيضاء وديعة درويش الذي كان لها حضور مميز في هذا المهرجان. الشكر موصول لملتقى القنديل ممثلا بالأستاذ الباحث التاريخي الأستاذ حيدر العيسي. الشكر موصول لمجلة كفرية ممثلة بالأستاذ جابر الوزي. الشكر موصول لملتقى الدولي لشاعرة الياسمين سلوى رجب. الشكر موصول لملتقى نصر أوغاريت ممثلا بالأستاذ جمال أبو الشملات. ملتقى البيادر ممثلا بالأستاذ حسن البزاقي. ملتقى موج البحر ممثلا بشعرائه المميزين لهم حضور خاص. هؤلاء صحيح. الشعراء هم مهند صقور، عيسى إبراهيم، محسن فندي، سهيل درويش مدير الملتقى. شكرا للجمعية العلمية التاريخية بسوريا ممثلة بالدكتور أكيد. الأستاذ عز الدين علي. شكرا لرابط الأدب العربي ممثلة بالأساتذة الأساتذة مفيد والسوف الأستاذ عمار علي والأستاذ شفيق الموعي. هؤلاء لهم الأستاذ شفيق الموعي منشئ أجيال، الأستاذ عمار العلي قامي إبداعية ثقافية مميزة وتستحق الثناء والحضور. عندنا شكر لملتقى القدموس الأدبي ممثلا بالأستاذ محمد شمة. عندنا شكر لملتقى أندرادوس الممثل بجاسم الحسن وملتقى البيادر وأوتار ممثلا بالباش مهندس الأستاذ مخلوف مخلوف. عندنا شكر لهلق الأستاذ أيمن محمد عريف الحفل الأستاذ والأستاذ الراقية أحلام. نختم مع الإعلام الراقي أكيد صفوان علي، تحية دائما الختام مسك. لحنا ننتقل للأستاذ صفوان وتحية لكل اللي ذكرتهم أكيد. ولما نقول محافظة اللاذقية رغم كل الظروف اللي مرت فيها وخصوصا ظروف الزلزال اللي أثرت بشكل كتير صحيح. كبير على ناسها وأهلها وعلى كل يمكن المحيط، قدي حلو يعني بعد هاي الظروف يكون فعليا في إصرار من أهالي محافظة اللاذقية للاستمرار يعني بهي الفعاليات والنشاطات الثقافية. معك أستاذ صفوان وأنت كنت مذيع عبر الشاشة صحيح. يمكن بتنشر وبتقرأ هاي الأخبار يعني، فلما تكون بالالتماس مباشر معهم لما نحكي عن التحضيرات صحيح. لما نحكي عن ظروف قاسية إن كان اقتصادية معيشية، الزلزال عمل يعني كارثة إنسانية على جميع المستويات، والنخبة المثقفة اللي باللاذقية يعني جدا كبيرة، فتحية لإلهم فردا فردا. الحقيقة بتشكرك على السؤال الهام جدا وبقدر انه الاستاذ فائز كان حريص انه ما ينسى حدا من المشاركين، لانه بالفعل كانوا حريصين رغم الظروف، رغم ما تعرضت له محافظة اللاذقية 13 سنة حرب، زلزال كارثة كبيرة، ظروف الجوية، المهرجان اقيم ب 17/8 كانت موجة حر شديدة جدا، ولكن من يصل الى بشيلي هذه القرية الساحرة الجميلة صحيح. يعني بتذكر ب إحدى القصائد للأستاذ حيدر العيسي قال من يصل إلى هذه القرية الجميلة وكأنه يعانق السماء وكأننا في رحلة إلى السماء. التحضيرات كانت على أكمل وجه، الأستاذ فائز المؤسس وأيضا الأستاذ سائر محفوظ أيضا كان هناك جهود كبيرة جدا. طبعا بتشكرون على اختياري للتنسيق والتقديم لهذا المهرجان الهام جدا. مثل ما سألتي نور، بالفعل لما منعيش هاي الحالة الإبداعية الثقافية الإنسانية، كان في جوانب إنسانية أيضا بالمهرجان صحيح. كان في تقديم مساعدات لناس متضررين، لأطفال من ذوي احتياجات معينة خاصة. يعني لما بتكون الثقافة بخير بتصور كل المجتمع بكل مفاصله بيكون بخير، لأنه اليوم نحن مواقع التواصل الاجتماعي مع الأسف بمعظمها تقدم محتوى مع الأسف مدمر للمجتمع، مدمر للطفل،
مدمر للأجيال. ولكن كيف بيكون العلاج؟ كيف بيكون الرد لما بننشر الثقافة بشكل أوسع؟ صحيح. لما بنهتم بهيك مهرجانات وملتقيات ومناطقية، يعني قديش جميلة تماما، يعني لما التقى كل هالشعراء وكل هالملتقيات بشيلي تحملوا عناء السفر، غلاء المواصلات، يعني كل شيء كان صعب، ولكن بتضافر جهود الجميع بتعاونهم يعني كانت الأمور سهلة. أنا هون بدي أتذكر يعني ب 15/8 لما أعلن الأستاذ فائز أنه توقف قبول طلبات تقديم القصائد للشاعرات والشعراء، كان أيضا هناك كم كبير من الشاعرات والشعراء اللي حابين يشاركونا هذا المهرجان. إن شاء الله بالعام المقبل بتصور بيكون لهم فرصة بهذا الموضوع. أكيد. يعطيك ألف عافية على التنسيق المهم، وأنك قدرت تنقل صورة المهرجان بأكمل وجه. خلينا نرجع لعند حضرتك أستاذ فائز ونحكي كيف كان التجاوب أو التفاعل اليوم مع المهرجان، نحكي عن الحضور، عن المشاركين. أنا نسيت أن أوجه تحية للماما مديحة جحجاح، صحيح، صاحبة الأيادي البيضاء، لا تنسى هذه السيدة السورية العظيمة، سيدي كريمي لها باع طويل في العطاء، صحيح، وشريكي الأستاذ سائر محفوظ على ما قدمه. لم يتوانى الأستاذ سائر من دفع الغالي والنفيس في لإنجاح هذا المهرجان. بالنسبة للمهرجان، المهرجان انطلق بدورته الثانية تحت شعار سوريا تجمعنا، وأنا فخور بهذا العنوان وهذه الألوان، لأن سوريا تضم الجميع وتتسع للجميع، ونحن أبناء وطن مر عبر التاريخ له اسمه في المحافل الدولية. صحيح. الحضور كان مميز، إلا أن ظروف معينة منعت الكثير من الوصول. صح. منعت الكثير من الوصول بسبب غلاء أجور السفر. صحيح. أنا أذكر أنه قطع في اللاذقية وحدها 36 شخص ما قدروا يوصلوا بسبب الظروف. وهذه فرصة أتوجه للمسؤولين عن هذه الناحية لوضع حافلات لنقل الراغبين فيها حضور هذا المهرجان ورعايته بشكل أكبر. صحيح. طبعا أنا نسقت مع الأستاذ صفوان، مع المعنيين بهذا المهرجان، بحيث أنه نحن نترك مجال لكل الشعراء للمشاركة يقدموا ولو كان شيء معين حتى ما نحرم غيره. وطبعا انا كثير حفزوني على انه انا القي، لكن كنت حريص على ان اعطي الدور للضيوف. بالفعل ضحى الاستاذ فائز بقصيدته من اجل ان يكون هناك مساحه للاخر. وانا احسن قصيدي القيتها في حياتي هو أن لا ألقي قصيدي في هذه المناسبة، هذه أحسن قصيدة. يعطيك ألف عافية. يمكن هذا المثال اللي لازم نحكي عنه اليوم معك أستاذ صفوان، العمل التطوعي بالمنطقة للاستمرار بهيدا المهرجان وأهمية رعايته اليوم. يعني نحن منبر إعلامي، لما يتم رعايته من جهة معنية أو من قبل وزارة الثقافة أو مديرية الثقافة بالمحافظة للمشاركة الجميع، يعني عم تقول في كثير من الناس كانت حابة تشارك، والاستمرار بنشر الثقافة ضمن هي الظروف مهم. فأهمية هي النقطة لنحكي عنها، لأنه فيها تكون بعض الجهات هي المعنية بوسائل النقل وغيره من خلال التشاركية من قبل هي المؤسسة. بالفعل هلأ البلد عم يمر بظروف صعبة جدا، ونحن لا نبرر يعني إذا كان هناك تقصير في مكان ما، ولكن كان هناك جهود، كان هناك تنسيق، مشكورة وزارة الثقافة، مشكورة مديرية الثقافة باللاذقية، كان هناك تعاون كبير، أيضا المركز الثقافي العربي ببيت ياشوط، لا ننسى المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية، والقنوات السورية الإخبارية والسورية والمحلية، أيضا كان حضور مهم وتغطي لهذا المهرجان. الحقيقة نور، أنا كنت مندهش من عشق ليس فقط جمال الطبيعة والغيوم يعني
في أماكن أخرى في سوريا كان الجو يعني درجات حرارة عالية جدا، ولكن في بشيلي الغيوم والضباب والجو الجميل، ولكن عشق الناس للأدب والثقافة والفكر، وأيضا كانت فرصة للتعريف بهذه القرية الجميلة للآثار وخاصة الرومانية. يعني هناك مواقع أثرية عين التوت وأيضا بريصة. قلعة بريصة أيضا. صحيح. مواقع يعني الشعر هنا إطلالة جبل عين التوت. عين التوت عين التوت إطلالة جبل عين التوت فهي تطل على عفوا مد النظر حتى يصل النظر إلى القدموس. إلى القدموس إذا صعدت إلى أعلى الجبل. صحيح. يعني أستاذ فائز أيضا أبعاد عديدة لها المهرجان، تعريف بالقرية، الإضاءة على المعاناة أيضا الإنسانية، إضاءة على كل ما يمر به بلدنا الحبيب سوريا. حضرت في قصائد كثير من الشعراء السوريين والعراقيين والفلسطينيين كل هذه المعاني، حضر الحب، حضر الجمال، وأيضا حضرت فلسطين، حضر الجيش العربي السوري، حضرت المعاناة الاقتصادية في سوريا وفي باقي البلدان العربية. تمام. بصور. يعني بعد ما خبرتنا عن الأجواء المهرجان، حابين نعرف من حضرتك شو أضافت لك اليوم هي التجربة على الصعيد الشخصي والعملي؟ أنا الحقيقة على الصعيد الشخصي أنا أشعرت بالندم لأنه العام الماضي دعيت إلى المشاركة ولكن لم أتمكن بسبب كان هناك ظروف شخصية. فأنا سعيد جدا بهذه التجربة، أضافت لي كثير من المعارف، الاقتراب من أهل الشعر والأدب والثقافة، هذا شيء مشرف وشيء يضيف كثيرا حتى للمذيع المختص بالقسم السياسي، لأن الأدب والمعرفة لا تنفصل، يجب على الإعلامي أو المذيع أن يعرف على الأقل شيء عن كل شيء. خلينا نحكي معك أستاذ فائز عن تجربتك الشعرية، خلينا نعرج لو شوي، يعني ضحيت بدورك بالمهرجان، اليوم بدنا نحكي يعني لو جزء بسيط عن هاي التجربة. شكرا كثير. تجربتي الشعرية من عام 1980 كتبت كهاوي ولا أزال هاوي. الحقيقة كتبت بالصحف الرسمية بسوريا بكاملها تقريبا. كتبت بالبعث، كتبت بتشرين، كتبت بالملحق الثقافي جريدة الثورة، كتبت بجريدة الوحدي، كتبت باتحاد الكتاب العرب عن من فترة ليست بالبعيد. إيه ليس بعيدة. حقيقة الشعر موهبي. حابب والموهبي يجب شيء. أن تنمى بثقافة تاريخي اجتماعي إنساني حضاري، كل المجالات الشعر يحتاجها الشعر. ألقيت قصيدة. كل مجالات الثقافة يحتاج الشعر. ألقيت قصيدة حضرتك بالمهرجان. بالمهرجان بشيلي؟ لا لم ألقي. ما ألقي. لم ألقي. أعطى المجال لباقي الشعراء. لكن فينا نسمع شيء. في غط فيه جهات رسمية إعلامية. أخذت مقاطع ومثل وكالة سانا، مثل جريدة تشرين، مثل أوغريت، أخذوا مقاطع ونشروها. حابب تسمعنا شيء؟ إذا حابين أهلا وسهلا. بكل الأحوال لا لن أطيل. هتفت حروفي كي تحيي أحبتي، وشد اليراع مرحبا بقصيدتي، ويرتل الألحان في نغماتها كي تطرب النغمات كل أحبتي. فاضت بنا الأفراح حين قدومهم، حضر الجميع إلى رحاب الساحة وتدافعوا أهلي. شكرا لبشيلي، لشعب بشيلي الحر. وتدافعوا أهلي على استقبالهم في كرنفال سعادتي ومودتي. إلى أن أقول يا ضيعتي كم شدني، يا ضيعتي كم شدني حر الهوى لحكاية تروي فصول حكايتي، وحراك نبض دام منذ ولادتي، وإذا تحرك بالهوى أنت التي
حركت ما في خاطري وعواطفي حتى الدماء تحرفين بمهجتي. والله ما سكن الفؤاد هنيهة إلا وكنت أنيسه في عزلتي. تمام، يعطيك العافية. زميلنا صفوان، خبرنا، كان في شيء صعوبات وأنتم عم تحضروا للمهرجان؟ لا يوجد عمل لا يرافقه صعوبات. صحيح. وبأشكال مختلفة، ولكن ما يسهل ويذلل العقبات والصعوبات هو تحدث عنه الأستاذ فائز ببداية حديثه، التعاون والتكافل بين الجميع لإنجاح العمل. الابتسامة اللي تحدث عنها اللي لم تغب عن محيا أهالي بشيلي والشعراء والناس والأطفال، الابتسامة كما يقال هي أجمل كلمة ولكن بغير حروف، تسهل الكثير من العمل علينا. صحيح كان في صعوبات، ولكن من لما حضرنا للمهرجان أخذنا القوائم، اعتمدنا القائمة النهائية للشعراء المشاركين، إلى برنامج الاحتفال من دقيقة الصمت على أرواح الشهداء إلى النشيد الوطني إلى تقديم الشعراء إلى الختام أيضا بالنشيد الوطني إلى حفل الغداء والحفل الفلكلوري الشعبي. يعني كان البرنامج حافل وتنظيم يعني على مستوى عالي. أكيد بالختام بدنا نتشكركم على حضوركم، وتحية لكل المشاركين بمهرجان بشيلة الشعري، تحية لكل أهالي المنطقة الموجودين. وقلت كلمة يعني صحيحة، رغم كل الظروف القاسية اللي عم تمر عليهم والاقتصادية والمعيشية، البعض بيسأل قلة الكهرباء اللي منا موجودة، الظروف صعبة وشعر في البعض هيك بيسأل صغيرة، وفي جهود للأسف يعني فعليا عم يقوموا فيها كبيرة، لازم نضوي عليها ويكون في رعاية بشكل أكبر. أكيد نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى استمرار هيدا المهرجان لاستضافات أخرى بحلقات قادمة. شكرا كثير لكم. أكيد الشاعر فائز خنسة من مؤسسي مهرجان بشيلي الشعري، شكرا لوجودك معنا. والزميل الإعلامي صفوان علي، منسق ومسؤول إعلامي، شكرا لك ويعطيكم ألف عافية. شكرا هايدي، شكرا نور. شكرا بالشكر لكم، للجنود المجهولين اللي ما فينا أو ما ذاكرة، تحية لهم فردا فردا لو ما ذكرناهم، أنه تذكر أسماءهم. شكرا لإلون، شكرا للناس المسؤولين في قريتي، كانوا أحد عوامل النجاح الأساسية، وشكرا لجهودكم وحسن استقبالكم وحسن لطفكم معنا بهذا. أهلا وسهلا فيكم، البرنامج نتمنى تبقوا بهي الهمة. شكرا كثير إن شاء الله، يعطيكم ألف عافية.